شوربة الكوسة اللايت. معانا مرقة خالية الدسم، كيلو كوسة، نص كيلو كوسة متقطعة مكعبات، حوالي كوباية، نص كوباية من الكريمة، الكريم تشيز، سوري الساور كريم. معانا بودرة بصل، ملح وفلفل، ونعناع طازة. هي الوصفة بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش اي حاجة خالص. كل اللي هنعمله ان احنا في الاول هنشوح بس الكوسة عشان تدينا طعم احلى. حطيت اهو المرقة خالية الدسم، بس هنديها غلوة. هنحط بودرة البصل، هنحط الملح والفلفل برضو، بس مش هنزود قوي، هنخلي بالنا علشان المرقة فيها ملح بس. وهنسيبها تغلي لغاية ما ايه، ما تستوي معانا. اخر حاجة بنحطها النعناع والساور كريم او الكريمه اللباني. نخلي بالنا الكريمه اللباني اتقل في الدسم عن الساور كريم، فعلى حسب كل حد. ساور كريم اقل بكتير، بتبقى في حدود 18%، فكل واحد حسب ما يحب. هنضرب بقى. هبتدي احط دلوقتي الساور كريم والنعناع زي ما تحبوا بقى. عايزين تحطوه يعني صحيح كده وتطلعوه بعد كده، او تضربوه جواها، دي على حسب كل حد عايزها ازاي. ننزل بس الساور كريم الاول، هي ايه يعني شويه كده جوه. لو حسيتوا انها فصلت معاكوا او قطعت، معلقه دقيق هتربط الدنيا تاني. اديني اهو بغرف الشوربه، شوربه الكوسه اللايت. هنحط عليه بقى النعناع، على الوش كده.